السلام عليكم، حياكم الله جماعة الخير في حلقة جديدة في قناة Desert Trader. اليوم حاعطيكم نبذة سريعة عن اللي صاير في السوق، أخبار العملات الرقمية. حنتكلم ليه السوق مدحدر، ليه السوق نازل، شو الأخبار اللي قد تكون هي السبب الرئيسي لنزول السوق، وأخبار أخرى متفرقة قد تكون ما هي بالضرورة سلبية وإيجابية، ورأيي الشخصي وش المفروض نسوي في مثل هذه الأوقات. ولكن تذكروا يا جماعة خير أني أنا لست مستشارا ماليا، أي شيء أقوله يمثل رأيي الشخصي. بيعوا واشتروا على مسؤوليتكم الخاصة، واقروا صندوق الوصف تحت. خلونا نبتدي. طيب يا جماعة الخير، خلونا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع كوين ماركت كاب، خلونا ناخذ نظرة شمولية على السوق وسعر البيتكوين. تشوفون البيتكوين الآن سعره وصل إلى 32، هو أكشلي نزل أكثر من كذا. اليوم نسبة النزول بال 24 ساعة الأخيرة نزل بنسبة 4.6%، في السبع أيام اللي راحت نزل ما يقارب 19% إلى 20%. طبعا شوفوا كل السوق تقريبا نازل يعني بالتوالي مع البيتكوين. إثيريوم وصل إلى 1900، ووصل أقل شوي من كذا. البي ام بي الباينانس كوين نزل الى 290 برضو. كاردانو 1.3، اكس ار بي وصل الى 0.6، دوج كوين نازل الى 0.22، والاسهم الاخرى برضو نفس الشيء. يعني كثير منها الان نازله الى اسعار جدا، انا رايي الشخصي جدا ممتازه، فرصه شراء جدا ممتازه، واحتمال انها تنزل اكثر طبعا. طيب خلونا نشوف شو الأسباب، ليه السوق نازل، وليه البيتكوين نازل للمستوى هذا، وليه ممكن ينزل أكثر. في أحد المواقع قبل كم يوم ذكروا أنه في منطقة في الصين اسمها سيشوان، orders shut down on 26 Bitcoin mining farms. قفلوا الحكومة عندهم، يعني أصدروا قوانين وأوردر وأمر بإغلاق 26 مزرعة تعدين عملة البيتكوين. طبعا هذا الموضوع أدى إلى موضوع آخر ثاني، يعني المفروض خليه نفكر أنه دقيقة، لو تقفل 26 موقع للتعدين، هل ممكن يأثر على البيتكوين ولا لا؟ نعم بالفعل أثر على شيء يسمى الهاش ريت. الهاش ريت اللي هي سرعة التعدين، سرعة التعدين حق البيتكوين انزلت بنسبة 17% وخلال ليلة واحدة. يعني هذا طبعا شيء أثر، هو يعني بالغالب السبب الرئيسي لنزول سعر البيتكوين في الكم يوم اللي راحت. طبعا في نقطة أخرى ضرورية نعرفها في الموضوع هذا، اللي هو بعض المواقع ذكرت أنه في زي الباترن، bearish pattern، اللي هو الشكل سلبي على الشارت. لما الواحد يروح يشوف الشارت، شيء يسمى مشهور يسمى inverse cup and handle pattern، اللي هو شكل زي الكوب بس انه مقلوب. لما يكون الكوب الى فوق، الهاندل حقته على اليمين او اليسار، والتقوس الى الاسفل، this is a good thing، هذا شيء ايجابي، لانه يعني يرينا انه طلوع بعدين تقوس الى الداخل بعدين تقوس اخر، فاذا السوق او السهم او العملة او السعر بالغالب حيرتفع الاعلى. الان في شيء معاكس اللي هو الانفرس كاب اند هاندل باترن. وش يقولون؟ انه يقولون انه على حسب التحليل حقهم انه الموضوع هذا حيستمر بضعة اسابيع الى بضعة ايام في الفترة القادمة، الى درجة انه الباترن هذا معروف في السوق الاسهم الامريكية. هو باترن يشجع ويحمس الشورت سيلرز اللي يبون يستلفون الاسهم اساس ينزلون تحت نزولا، يعني متوقعين نزول السعر اكثر واكثر ويطلعون ارباحهم بالطريقة هذه. فأجين أنا عن نفسي بديت أشتري في المنطقة هذه، وجالس أحط لي زي أوردرات للشراء كل ما ينزل أكثر وأكثر بعملات، ما هي فقط في البيتكوين إثيريوم والبي أم بي وأشياء أخرى، لأنه أنا أرى أنه فرصة جدا جدا ممتازة للنزول. حتى لو نزل أكثر ما عندي أي مشكلة، ترى يعني أحلى شيء ممكن تشوفونه هي الدبس، هذه النزول السوق، لأن هذه فرصة شراء بديسكاونت وبسعر جدا رخيص يمكن ما تشوفونه مرة ثانية في حياتكم. هذا الباترن اللي تكلمنا عنه. معلومات مهمة أخرى في الموضوع، سيشوان بعد ما أغلقوا الـ 26 مصنع أو موقع، ترى سيشوان تمثل ثاني أكبر كريبتو مايننج كوميونيتي، ثاني أكبر
منطقة لتعدين العملة عالميا، وهي تمثل 90% من مناطق تعدين العملة في الصين. فالآن أغلقت هذه كلها، فأغلق 90% من مواقع التعدين في الصين، واللي تمثل 75% من مواقع التعدين أو الكمبيوتينج سبلاي، جلوبال كمبيوتينج سبلاي في العالم. فالآن قلت نسبة التعدين عالميا، وقلت سرعة الترانزاكشنز عالميا بسبب هذا الخبر. تمام. شيء ثاني، في شخص اسمه جيفري روس، في فاوندر اوف سي او في كابيتال مانجمنت اسمها فيلشاير، سد انه بيتكوين تو ستي ويك زي ما قلت لكم في الاسابيع القادمه، ولكن اذا حافظ سعر البيتكوين فوق ال 12 وال 48 مانث موفينج افريجز، بالغالب انه يرتد ويرتد بقوه. فأجين يعني أنا أشوف أنه فرصة شراء جدا ممتازة، وأجين هذه ما هي نصيحة، أنتوا اتخذوا قراركم بنفسكم. أنا عن نفسي شريت، وشريت أشياء أخرى غير البيتكوين، لأنه يعني بالعكس المفروض أن الواحد ما يخاف في الأشياء هذه. إذا أنتوا مؤمنين في سوق العملات، إذا المفروض ما تبيعون أبدا، بالعكس you buy you add more and more you add to your stash. فهذه بالنسبة، هذا الخبر بالنسبة للصين. في موضوع آخر يعني ما له دخل في نزول السوق، بس حظهم يعني أقشر مساكين. أنا من عشاق دوج كوين، وأرى شخصيا أنه له مستقبل جدا واعد، ما انتهت البول ران حقته. في أشخاص هنا دوج كوين كراش كار كراشز، ونفس الشيء السعر حقهم بالتوالي نزل. وش اللي صار؟ في يعني الدوج كوين هولدرز، الناس اللي تمتلك دوج كوين، في أحد واحد منهم يعني لشركة مشهورة أو معروفة اسمها سبرينج ريتس سي او اسمه شون تايلر، دعم، هي سبونسرينج دوج كوين، ويسوي زي الحملات ودعم الموضوع في سيارات الناسكار، سيارات السباق الأمريكية المعروفة اللي كلها استيكرات وكذا ويلفون حول المضمار. فدعم السيارة ودعم هذا الدعم يعني سائق معروف عندهم اسمه ستيفن بارسونز، سيارة رقم 99، وعلى حظهم في دحدرة السوق هذه اللي صايرة سيارتهم جات وفرت وصدمت، ويعني أثرت عاطفيا على برضو السعر، فوق ما أنه السوق مدحدر دحدر سعرهم أكثر وأكثر. تذكرون كلامنا، يعني دائما اللي يصير في السوق دائما بشكل كبير موضوع عاطفي جدا. شوفوا شو اللي صار. Competition caution happens on lap 17. So by the time they gather up the field, likely this will be the competition caution. Parsons was running in the 26th position. Yeah, turn forward the moment I was pointing to the logo of Dogecoin. And, you know, no harm, no follow, I'd say here. Again, أعتقد شخصيا أنه مسألة وقت ويرتد سعرهم إن شاء الله. طيب موضوع ثاني، خلنا نتكلم عن الجانب الكويس، أخبار كويسة في ما يخص الديفاي، ديسنترلايزد فاينانس، الأمور المالية الغير مركزية، زي مثلا منصات اللي موجودة في تراست وولت اللي تقدرون تشترون منهم عملات من غير ما تشترونها من الاكسشينجز الكبيرة زي باينانس وغيره، زي مثلا سمعتوا أكيد عن يوني سواب، سوشي سواب، بانكيك سواب، وأشياء كثيرة زيها. في السنة اللي راحت عدد اليونيك أدريسز اللي سجلت عندهم واشترت عملات عن طريقهم وصلت إلى 82 مليون يونيك أدريس، تمام؟ وفي السنة هذه وصل الرقم إلى 150 مليون يونيك أدريس. فجماعة خير، هذا شيء مو سهل يعني. خلونا أوريكم الموقع اللي يذكر الديتيلز هذه والبيانات هذه، موقع اسمه DuneAnalytics.com، يوريكم انه DeFi Total Users. شوف شو اللي صاير بداية 2000، طبعا نهاية 2019 كانت بداية الوباء، وفي بداية في شهر مارس 2020 بدأ الوباء بشكل رسمي، وبدأ هنا الإقبال على DeFi بشكل أكبر، وبدأ يتم ملاحظة انه الطلوع حقه يعني بشكل جدا ملحوظ في جولاي 2020، والآن شوفوا وين وصل يا جماعة الخير، شيء مو طبيعي. زي مثلا هنا شوفوا توتال يوني سواب، توتال فيرست انش، سوشي سواب، كل شوفوا الشارتس كلها طلوع فلكي يعني،
ولسه. فهذا خبر يعني من ناحية الديفاي أشوف أنه جدا إيجابي. خبر ثاني إيجابي، مايكل سيلر، تذكرون خوينا راعي مايكرو ستراتيجي، again هذا الخبر قبل تقريبا ساعة من وقت تصوير الفيديو. مايكرو ستراتيجي expands company's bitcoin holdings with 489 million purchases. الجماعة داخلين بكل عنف، يعني شوفوا شروا ما يعادل 13,000 بيتكوين بقيمة 489 مليون، الآن يملكون ما يقارب فوق 100,000 بيتكوين، والنت التوتل يعني الهولدينج حقهم وصل إلى 2.7 بليون دولار of بيتكوين. أجين شيء خرافي، أحييهم. ولاحظوا الآن مع نزول السوق الآن، شوفوا متى يشترون. يعني في الكمبانيز هذه البيج، الشركات الاستثمارية والناس المؤمنة في البيتكوين والدعم البيتكوين، متى شرت ومتى قاعدين يشترون بكميات كبيرة. وتوقع أنه هذا الرقم حيزيد أكثر وأكثر كل ما ينزل سعر البيتكوين أكثر وأكثر. فرأيي الشخصي يمثلني أنا فقط، اللي عنده رأس مال، عنده قدرة شرائية وقوة شرائية، This is a very good time to buy. لو بعد هالفيديو هذا نزل أكثر وأكثر اشتروا أكثر. اللي عنده قدرة مثلا يخلي مبلغ كل شهر من راتبه، اللي عنده savings، عنده أموال يعني حاطها على جنب، هذا شيء راجع لكم. بس أنا أتكلم عن نفسي، I think this is a very good time to buy، ما هو فقط بيتكوين، أشياء أخرى. طيب خبر ثاني كويس بخصوص إثيريوم وبيتكوين. أحد الأناليستس المحللين يرون أنه بيتكوين حيصل إلى 100,000 دولار في نهاية أو ما قبل 2022، نهاية 2021، والإثيريوم حيصل إلى 10,000 دولار. أنا شخصيا أرى أن الكلام هذا فعلا واقعي جدا، مسألة وقت، دائم سوق ups and downs، فمسألة وقت ممكن حتى يتعدى الأرقام هذه. هذا الخبر موجود عن طريق موقع اسمه Herald Sheets، وحتحصلونه موجود في details أكثر تحت. شيء ثاني، خلونا نروح إلى شيء آخر أيضا إيجابي. في منصة CoinShare تكلموا أنه Cardano اللي هو ticker symbol ADA، وStellar اللي هو ticker symbol XLM، بدأ الآن يصير في إقبال على الـ institutional investors attention. الآن صار في الشركات الاستثمارية بدأت تقبل على هالاثنين بالذات، تمام؟ يقولون أنه في الأسبوع الأخير لاحظوا دخول كمية أموال كبيرة في هالعملتين دول. المبلغ اللي دخلوا فيه تقريبا، يعني اللي تم شراؤه في كاردانو وصل إلى 1.7 مليون دولار، ستيلر XLM وصلوا إلى 1 مليون دولار. في المقابل إثيريوم طلع منه، يعني تم بيع الحصص، كثير طبعا الناس باعوا حصصهم بما يعادل 12 مليون دولار، والبيتكوين تم بيع ما يعادل 10 مليون دولار outflow. again مو كل الناس طبعا، يعني مو الهيدج فاندز والصناديق الاستثمارية هم اللي باعوا، لا، هذول هم اللي يشترون، والسمارت انفسترز هم اللي يشترون في المراحل هذه. تذكروا كلام وارن بافيت وش يقول؟ be fearful when everybody is greedy وbe greedy when everybody is fearful. لما يزيد خوف الناس هذا هو وقت الشراء. ليه؟ إذا أنتم مؤمنين طبعا بعد الله بهذا بالكريبتو بالبيتكوين، مستقبل البيتكوين. موضوع الصين اللي تكلمت فيه قبل شوي، يعني أنا نسيت أعلق لكم عنه، أنا أرى أنه شيء جدا ممتاز by the way. يعني الآن إغلاق المصانع أو مراكز التعدين في الصين هذه جدا ممتازة. ليه؟ لأنه ترى الصين بدأت تستحوذ جزء جدا 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 كبير من السوق، وقد يكون هذا خطر على العملة مستقبلا، أنه لو كان في تلاعبات أو تسييس للموضوع مستقبلا. هذا شيء. شيء ثاني، إغلاقهم للمصانع لأي سبب كان، يعني بسبب حكومتهم، هذا شيء جدا ممتاز، لأنه التعدين عندهم ما هو صديق للبيئة حاليا. فهذا يتماشى مع أفكار إيلون ماسك، وكلامه صحيح يعني على المستقبل البعيد. أنا نبغى شيء ممتاز، decentralized، غير مركزي، ما يضر البيئة. والشيء الثالث أنه وقت ظهور، وحيظهر أنا متأكد، شركات وبدائل أخرى لتعدين العملة عن طريق يعني بطريقة مصادقة أو صديقة للبيئة، هذه حترفع سعر البيتكوين والعملات الرقمية يعني to the moon. فمسألة وقت، وأنا أرى أنه موضوع الصين ونزول السوق هذا شيء جدا إيجابي.
وخلوني الآن أروح إلى آخر خبر اللي هو موضوع سيف مون. سيف مون نزل تويت وبدأ يصير كذا في هاشتاج جديد في تويتر يسمى سيف مون سكويز إز إمينينت. الآن بدأوا ناس هنا يسوون زي حركة جديدة يبون يرفعون ويطيرون سيف مون زي ما صار في موضوع AMC وجيم ستوب. أجين أتمنى أنه يرتفع لأنه أنا شخصيا مستثمر في العملة هذه ومؤمن فيها ومؤمن في الفاندمنتلز، لأنه يا جماعة خير ترى أنا شخصيا أرى أنه الكريبتو والعملات الرقمية واللي صاير فيها الآن، يعني إذا بتركزون لا تركزون على الشارتس، لا تركزون على التحليل الفني، لأنه ما له قيمة كبيرة الآن في هذا الوقت من الزمان بقدر الأخبار والأمور النفسية اللي تلعب في السوق. فأجين موضوع أنه حيسوون ممكن تضامن ناس، يعني أعداد كبيرة من الناس يسوون فيه زي ما سووا في AMC وجيم ستوب، أوكي قد يكون شيء كويس، بس أنا شخصيا ما أشوف أنه شيء كويس غير أنه حيرفع السعر لفترة وبعدها حيجي وينزل نزول جدا كبير وحيصل إلى السعر الحقيقي اللي يمثل اليوتيليتي حق العملة، وهذا هو الأفضل. أجين إذا الناس حيسوون الشيء هذا ما تقدر تمنعهم. أنا شخصيا ما ودي أنهم يسوونه لأني أنا أرى وأنظر إلى العملة هذه على المدى البعيد. بإذن الله أنا عارف إن شاء الله أنها حترتفع، مسألة وقت. الجماعة حقين سيف مون شغالين على قدم وساق، بإذن الله حيصلون إلى 1 سنت 1 دولار، مسألة وقت الله العالم، خلال 6 شهور سنة سنتين ثلاث. لكن الهودلرز الناس اللي قادرة تمسك العملة هذه وعملات أخرى هم اللي بإذن الله يعني فالهم إن شاء الله الربح والتوفيق إن شاء الله. بذلك يا جماعة خير انتهى الفيديو اليوم، هذه كانت نبذة سريعة على أخبار السوق بشكل سريع، أتمنى أنكم استفدتوا ولو شيء بسيط. يا جماعة خير لدعم القناة، وأنا جدا جدا يعني شاكر وعاجز عن شكر كل شخص جالس يعلق ويكتب تعليق، يعني أنا أشكركم والله العظيم من القلب لأنه أعطيتوني دفعة معنوية قوية أني أوفر معلومات أكثر لكم ولنفسي أيضا أنا أكون أبديتد في الموضوع. فشكرا من القلب، لا تنسوا موضوع اللايك والشير والسبسكرايب، ونراكم إن شاء الله في فيديوهات قريبة بإذن الله. سلام.